طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان في موضوع التكرار في جوا جسم البروسيجر او الفانكشن او اي، خلينا نحكي سب روتين او سب بروجرام ايا كان، سواء كان تريجر كان بروسيجر كان فانكشن، تمام. بدنا نتعامل مع اللوبس. اللوبس بشكل اساسي يا جماعه يستخدم مع حاجه اسمها كيرسر. الكيرسر هذا عبارة عن اوبجكت، عبارة عن ايش؟ اوبجكت. الاوبجكت هذا فيه له مجموعة من الفانكشنز، مهمته بشكل اساسي انه يجيب للبيانات من الداتابيس مرة واحدة ويخزنها في الذاكرة وتدار في الذاكرة. التخزين في الذاكرة جوا حاجة اسمها كيرسر، فالكيرسر هو وعاء للبيانات اللي اجت من الهارد ديسك اللي انا طلبتها وفق اللي هو استعلام معين حطيتها في الذاكره. الان بدي اتعامل معاها رو باي رو، سطر سطر، صح ولا لا؟ فبالتالي انا عشان كده بدي ابدا من البدايه وحتى النهايه راح استخدم مين؟ التكرار. هذا بشكل اساسي، لكن انا اليوم مش هتكلم على الكيرسر، راح اتكلم على اللوب كلوب، تمام. في عندك ثلاث انواع من اللوب، حاعطيك اثنين منهم. في نوع في اللوب مسالم عادل اسمه ريبيت، اسمه ايش؟ نسبة الى العالم عيد. مين عيد؟ عيد هذا عسكري بسمع ويطيع غير شكل، لدرجة انه الضابط تبعه بده يستغله فقال له يا عيد انت الان على الجبهة واجاك الاعداء، اثنين من الاعداء، ايش بتسوي؟ قال لهم ولا حاجة سيادة الضابط، طخ طخ طخيتهم في المسدس، تمام. ليش الضابط بيسأله هيك؟ لانه عارف هو بنفذ وبعدين ايش بتفاهم بناقش معك بفكر بحك راسه. قال له يا عيد لو طلع عليك كتيبة من الجيش الأعداء ايش بتسوي؟ قال يا سيادة الآمر يا الصابت بالرشاش بنزل فيهم خبر. قال له يا عيد، قال له اه، قال له لو اجاك دبابات ايش بتسوي؟ قال بقى الأربع جهات. قال له يا عيد لو اجاك طيارات، قال له لا يقطع هالجيش اللي ما فيش فيه غير عيد. انه استغلوا هذا الكلام. هذا هو عيد، هو العالم تبعنا اللي احنا ممكن نسميه على وزنه ايش؟ ريبيت. فريبيت بيشتغل هذه البنية تبعتها، بنفذ شغلات كتير، وفي الاخر انتل، لازم نكتب كلمة انتل صح، ونفتح قوس ونحط الشرط تبعنا هنا، تمام. وفي الاخر ايش بدنا نحكي له؟ اند ريبيت. وهنا بدنا نحط الجزئية هنا أو مربط الفرس هنا، تحكي له أنت نفذ طالما أن الشرط غير صحيح. فإذا الشرط صار صحيح اطلع وكمل، يعني هنا until condition is true حيطلع، لكن طول ما الكونديشن مش صحيح يعني لازم يكون ايش؟ فولس، عشان يضل يكرر، عشان يضل ايش؟ يكرر، صح ولا لا؟ هذه فكرته، انه اشتغل طالما انه الشرط غير متحقق، فاذا ما تحقق الشرط خلاص اطلع برا اللوب، تمام؟ هذه هي بنيته. هذا قصة مين؟ اخونا مين؟ العالم عيد. عيد يعني ما فهمش، بيضلوا يعيد ها لغاية ما يفهم. إذا فهم إيش صار؟ بيطلع برا ترو، صح؟ فطالما إنه ما بيفهمش مش فاهم بيضل يعمل ريبيت. فهمتوها؟ شفتوا أخونا عيد؟ طيب ماشي الحال، ناخذ واحد ثاني اسمه باللهجة بالصوت زي اسمه. ايش اسمه هذا؟ وايل.
لو واحد عراقي هيك بده يخرجها وايل، فكان عندنا دكتور كنت بيحكي زي هيك، وكنت بحكي له نعم، مش متعود لسه على اللهجة كنت. ففي الآخر قال لي اسمك خالد في المحاضرة، فاهم ولا لا؟ انسى اسمك. اوكي، هذا زيي، هذا بيمشيش ولا خطوة ولا بينفذ إلا إذا كان الشرط هذا الزترو. صعب زي هيك؟ صعب أنا؟ ما صعب. فهذا بيمشيش ولا خطوة يا حسام إلا إذا كان ترو. ماشي الحال؟ يعني الشرط إنه إيش لازم يكون؟ إذا كان ترو امشي، بدي أنفذ شغل. لمتى؟ لعند الـ end while. صعبة؟ صعبة ولا سهلة؟ خلص الدرس، يعطيكم العافية. نيجي نعمل تمرين مع بعض هيك ونفكر بصوت عالي ونشوف كيف بدنا نطبق هذا الكلام في تمرين، ومن خلاله نعمل مراجعة لشغلات أخذناها ونعزز بعض الشغلات اللي احنا مش فاهمينها. عندكم استعداد تفهموا؟ قولوا يا رب، جددوا النية. احنا هنا جايين نتعلم، جايين نتعلم صح؟ مش جايين ناخذ الفيديو ونروح على الدار نحضر في الدار، لا، جايين نحضر هنا ونستفيد. هذا كلامكم تثبتوه الآن إن شاء الله. طيب يا حبايبي، بدنا نعطي التمرين التالي. محمود، بدي التمرين تبعي أنشئ إجراء. إيش يعني إجراء؟ بروسيجر. إيش بيسوي هذا؟ يقوم بطباعة الأعداد التي نحدد بدايتها ونهايتها، ونحدد كذلك طريقة الترتيب، تصاعدي أم تنازلي. تمام، اوردر باي إذا استخدمنا سيليكت، إحنا مش هنشتغل مع السيليكت اليوم بالمرة. تمام، لاحظ الإجراء أصلا هو طبيعة إنه برجع سكيما صح؟ لكن إذا كان إحنا تعاملنا مع المود تبع المتغيرات اللي هم ايش يا شباب؟ ان واوت وان اوت. اذا تعاملنا مع هذول الاثنين فينا ان احنا نرجع مالتيبل فاليوز بحسب عدد المتغيرات اللي ممكن نبعثها صح؟ فبالتالي لما بدنا نيجي نحكي بطباعه الاعداد فلازم يكون في عندي متغير نوعه يا اوت يا ان اوت. خلينا نجرب الاوت. تمام، وانا بفكر معاكم بصوت عالي، ربما نحتاج نخليه ايش؟ ان اوت، صح؟ بدنا ندخله احنا بالبدايه والنهايه. جيد، اذا عندي كم متغير هنا بده يكون؟ هذا هو البرنامج تبعي، بدي احلل الموضوع، افكر بصوت عالي. تمام؟ اوكي، ايش بدي؟ احدد المتغيرات. صح؟ طيب ايش في المتغيرات عندي؟ نقطة البداية ونقطة النهاية ونوع الترتيب وبدي النتيجة التي يعود بها الإجراء، صح ولا صح؟ تمام. الآن نقطة البداية بدي أسميها أنا initial، تكون من نوع N؟ من نوع integer يا سيدي. ها، بس نوع N ولا out ولا N out؟ مهمتها إنها تعطي للبروسيجر وخلاص. إذا هي إيش؟ من نوع N أو المود تبعها N، عشان ما نخربطش data type ولا variable type. بطلنا نستخدم كلمة variable type، سنستخدم variable mode عشان بس نميز. طيب، في عندي مين كمان؟
برضو n ايش هو؟ بدي اسميه مثلا final، هاي underscore بدي احط لاني اخشى انه تكون ممكن تكون محجوزة، تمام؟ لانه الناس اللي اشتغلت في الاوبجكت اورينتد تمام وفي اللغات البرمجة بتلاقي كلمة final مربوطة دائما مع try وcatch والكلام هذا، اوكي؟ فخلينا نعتمد حاجة ثانية. ايش نوعه؟ integer. نوع الترتيب ايش بدي يكون؟ يا بدي اقول له A S C يعني ascending او D S C صح؟ او باخذ اول حرف A و D. A يعني ascending يعني تصاعدي، D يعني descending يعني ايش؟ تنازلي. اذا بدي اعرف متغير نوعه ان ولا اوت هذا؟ بدي احكي للبروسيجر بس انه انت رتب تصاعدي. اذا ان ما فيش فيه اشكاليه. جيد، ايش بدنا نسميها انا مثلا؟ مود، اي مود، اي اندرسكور، تمام؟ او الاوردر عشان انتم متعودين عليها، اي اندرسكور. ايش بده يكون نوعه؟ اي كار وليكن واحد، تمام؟ ايش بده يرجع نتيجة؟ اللي بده يرجع ايش نوعه المود تبع الـ هذا؟ او اسميه مثلا انا ايش؟ ريزلت، وحط له اندر سكور ايه؟ يعني بده يكون فاركا، صح؟ صح ولا لا؟ اوكي، ربما تواجهنا مشكلة لاحقا حنكتشفها ان شاء الله. خلينا نمشي ونكتشف بعض الاخطاء في الكومبايليشن ايرور، تمام؟ ونشوف برضو بعض الاخطاء حتظهر معانا في الران تايم ايرور. احسنت، عشان كذا انا الصورة اللي بدي اشتغل عليها بالشكل هذا، يعني لو دخلت رقم 6.5.4.3.2.1 هذا الشكل اللي انا بدي اياه، هذا يعتبر نص، هذا هيك هذه النتيجة تعتبر نص. فالتفكير تبعك مش انها سطر عمود، لا سطر واحد. فبكرة في لها تطبيقات هناخدها لما نيجي للداتابيس، مثلا بدي الايميلز تبعت الموظفين ابعث لهم رسالة، فبخلي بروسيجر يطلع لي كل الايميلز فاصلة منقوطة، مش هيك؟ معظم الناس لما بدك تبعت في السي سي مثلا او في التو بجيب لك الايميل فاصلة منقوطة، الايميل الثاني فاصلة بعمل اجراء بخلي يجيب لك كل ايميلات الموظفين حسب دائرة معينة او كلهم بدون بعض الناس. فنفس الفكرة هذه حستخدمها ان انا اجمع النتائج بدل ما تكون بشكل عمودي تكون على شكل صف وبينهما سيبريتور معين فاصل، تمام؟ عشان احنا نشتغل في الكود نميز، فبدي احط انا السيبريتور عندي هو اشاره مين؟ الناقص، بس هذا اللي بدي اعمله. طيب تعال نعمل شغلنا عاد. اول حاجه ها انا براجع معاك كثير شغلات كثير من اللي يعني اللي بيحضر المحاضره هذه مش محتاج انه يرجع للمحاضرات الثانيه الا للتعزيز. لاحظ هيني بعيد وكالعاده من يوم ما اخذت من يوم ما بلشت ادرسكم كل درس بيجي براجع فيه موضوعات الدرس السابق. كيف بيتم انشاء اللي هو بروسيجر؟ create بروسيجر لازم اعطيه اسم، ايش بدكم تسموه انتم هنا؟ برنت، تمام؟ ممكن احط الاشاره هذه؟ نجرب لانه دائما المحظور هو مين؟ صح؟ طيب برنت نمبر، هذا السلم يعني نمبر. نفتح قوس او بنسكر القوس هنا، ليش؟ لانه هذول انا تو حددتهم، صح؟ بعدين ايش بعمل يا جماعه؟ بكتب begin وبكتب الكلام اللي بدي برمجه هنا وبعمل end، صح؟ هيك انا بديت اشتغل. طيب عشان انا اطبع هذول خليني انتقل من فكره لفكره وبعدين شوي شوي بحسن في الكود. كيف بدي اطبع؟ اول ما بدي اطبع بدي اطبع السته. السته ايش تمثل بالنسبه الي؟
الرقم الأول صح؟ طيب هل الرقم الأول هذا تصاعد ولا تنازل بده يكون؟ طيب إيش عرفك إنه هذا الكبير وهذا الصغير؟ فبالتالي في البداية لازم أعرف مين الكبير ومين الصغير، هاي أول شغلة بدي أعرفها صح؟ لازم أعرف مين الكبير ومين الصغير، لأنه ممكن واحد يجي يستدعي البرنامج هذا يحط الانيشال 10 والفاينل 3 بيطلع له صح؟ طيب إذا أول حاجة بدي أفحص مين الكبير، أنت أخذتوها في برمجة واحد إن أفحص مين الكبير في الرقمين هذول صح؟ أول حاجة بحكي لك عرف متغير ديكلير، هذا متغير إيش ماله؟ محلي صح؟ إيش بدك تسميه؟ مثلا ماكس تمام؟ إيش نوعه بده يكون؟ انتجر. أول حاجة بدك تعطيه إيش؟ تفترض إنه واحد منهم هو الكبير. المنطق القريب اللي أنا بدي أشتغل عليه بدي أفترض إنه الفاينل هو الماكس. في مشكلة في هذا الكلام؟ فممكن أجي أحكي له فاينل ماكس أندر سكور بيساوي فاينل أندر سكور صح؟ المتغير إيش بده للتعديل؟ هذه جملة إحلال، هذه حكيناها. جملة إحلال يعني ضع القيمة تبعت الفاينل حطها وين؟ في الماكس. بنفع الفاينل يعطي الماكس؟ بنفع، لأن هذا مهمته يعطي صح؟ مش مهمته ياخذ. طيب إيش ممكن الآن أفحص؟ أحكي له إف الماكس أقل من إنيشال اللي دخلها القيمة اللي فوق هذه. ايش بدي احكي له؟ then هذا اللي اخذناه المحاضرة الماضية. بحكي له إذا كان الماكس أقل من الانيشال ايش بده يصير؟ عادي زي ما بدك. كله صح، اللي أنت بتفكر فيه صح من غير ما اسمعه. تمام؟ هذه راجعة إلي أنا بطريقة تفكيري كيف بدي أفكر. هاي تاب. كنترول زد هذا فيش فيه. ايش اعمل هنا؟ اذا مين اللي بده يشيل الماكس الان؟ بده يساوي مين؟ ايش لازم احط هنا؟ صح؟ وهذه اند مين لازم اكون كتبت؟ قبل ما اكتب هذا الكلام مباشرة بكتب اف. كثير حتى بتشوفوا الايديتورز بتلاقيه حاطط لك رابط كليك اف دغري بيجيب لك البنيه تبعتها، بس كل اللي عليك انك تفرغه. بعض الايديتورز موجوده حتى بما فيها اللي كنا نستخدمه الفصل الماضي تبع الاس كيو ال لايت مانجر، في ميزه زي كده تضغط بيجيب لك اللي هو السلكت او الكرييت او الابديت او 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 تمام. فانت اعمل البنيه بالكامل. طيب هيك بدي عرفنا احنا مين الماكسيمم. طيب كيف بدي اعرف المينيمم؟ طيب ايش رايك اجل موضوع المينيمم؟ خلينا نبدا الان وحنرجع لها تمام؟ حنرجع للمينيمم. طب انا عرفت الماكسيمم. بكل الاحوال في عندي رقم ماكسيمم. خلينا نعرف المينيمم الان وخلص. اذا ايش بدي اعرف كمان؟ متغير ثاني اسمه ايش؟ مينيمم نوعه انتجر. أنا بحط الأندر سكور عشان أميز، أنا بخاف إنه يكون في عندي كلمة محجوزة تمام؟ فينا نعرفه هيك وممكن أشيل هذه هيك وأجي أحكي له ديكلير مينيمم نوعه إيش؟ انتجر. وفي إن أنا أجي أحكي له هنا ست مينيمم إيكوال مين بدك انت؟ السياق انه الناس دائما بالطبيعه او بالسليقه تبدا بالرقم الصغير، فالانيشال هو الرقم الاصغر، بدي هيك افترض صح؟ واضحه الفكره؟ طيب
هاجي هنا اختبرها F المينيمم اكبر من مين؟ الفاينل. اذا المينيمم اكبر من الفاينل اندرسكور then دغري لازم اكتب end F وهنا اكتب set. مين بده يصير المينيمم؟ المينيمم هنا مين هو؟ الفاينل الانيشال. هنا الانيشال بحكي له اذا كان الانيشال يعني اللي هو بيمثل المينيمم اكبر من الفاينل اذا مين بده يكون؟ المينيمم هو مين؟ الفاينل. هذا صعب اي اندرسكور هذا الف باء البرمجه. فاحنا هيك عرفنا بكل الاحوال مين الماكسيمم ومين المينيمم صح؟ جيد. ما انت هان عرفت مين انت هانا؟ مين الماكس؟ انت في حالة معينة حتحط انت الان وانت بتسألني السؤال تستحضر ان انت مثلا بدك تبدأ 6 5 4 3 2 فقلت انه الانيشيا الفاينل هي الماكس لكن فعليا انت حسب الاجراء هذا انا مش عارف حسب المدخل. فأنا عرفت الماكس بس مش عارف هل هو الفاينل. في بعض الحالات حيكون هو الفاينل في بعض الحالات حيكون الانيشيال. عشان هيك حخلي البرنامج يقرر عنده في متغيرات محلية له يعرف هو مين عنده المينيمم ومين هو الماكسيمم. تمام. طيب لسه احنا ما خشيناش في صلب الموضوع. الآن أنا بدي أبدأ تصاعدي ولا تنازلي. فمين أنا عندي المتغير بدي أشتغل معاه؟ الأوردر أندرسكور. فممكن أجي أحكي له إف الأوردر أندرسكور إيكوال تبدو تصاعد ولا تنازل حابين تبدو؟ تبدأ تصاعد يا أنا. حر أنا. في الإلس بحط التنازل بس لأن أنا الإلس هذه بديش أشتغلها بديك أنت تشتغلها عشانها أسهل. هي مش اسهل بس خلص سبحان الله خلينا انا الكبير. طيب اخواننا الان بدي اساله احكي له اف والله حلوه اف هب ان تيجي يعني هذا عشان تفكر بكره تعملنا لغه باللغه العربيه فخلص هي اف هي ايش هب في الان لغات باللغه العربيه ان شاء الله بتنضج. اف ايش الشرط عندي هنا؟ then وهاي end if عشان اريح راسي. ايش الشرط؟ الاوردر اندرسكور بيساوي دي. يعني اذا انا المستخدم لما يستدعي الاجراء تبعي هذا بعث له حكى له انه انا بدي الترتيب هذا بعته بحرف الدي تمام معناته ايش؟ تصاعد تنازلي descending صح؟ بدنا نشتغل هنا معناته اذا كان الترتيب تصاعدي بدنا نشتغل هنا. تعال نطبع ايش بدك ايش بدنا نطبع يا شباب؟ يعني بدنا نيجي نقول له الطباعة وين بدها تكون؟ يعني ان انا بأمنح هذا المتغير قيمة صح؟ اذا بدي احكي له هنا set result underscore بيساوي بدي ابدأ تصاعدي تنازلي اذا حبدأ بحرف مين؟ الماكس صح؟ اول حرف بدي ابدأ فيه او رقم ماكس صح؟ قلت له ريزلت بيساوي الماكس صح ولا لا؟ هذا نوعه ايش هذا نوعه؟ مهمتي ياخذ قيمة اخذ قيمة هنا اخذ قيمة اعطينا الماكس اعطينا اياها صح؟ طيب بعد كده ايش بدي اسوي؟ بدي اصغر الماكس بدي احكي له set
الماكس اندرسكور يساوي الماكس اندرسكور، ليش حطيت هذه؟ تمام، ناقص مين؟ واحد، صح ولا لا؟ بعدين ايش اسوي؟ بدي اضيف على هذا، صح؟ انت خليك معي، انت حتطبع ستة، صح؟ وبعدين ايش بدي اطبع؟ ست ريزلت اندر سكور بتساوي، انا طبعت ستة هيها هنا، بدي اطبع ناقص، كيف اسوي؟ طباعة يعني احطها هيك داخل هيك واعمل هيك، صح؟ احسن، انت قلت بدي احط زائد، بناء على خبرتك بالجافا انه انت بدك تعمل دمج، اذا انت وصلت المستوى هذا انت مركز، واللي توه اللي بيحلم بالطبيخ، تمام، حاجات ثانية توه، صح؟ عارفين ليش هم حكوا هيك كتبوا زائد؟ زائد ايش؟ زائد ريزلت السابقة، يعني ممكن ابدأ انا هنا في البداية احكي له ريزلت زائد هيك، هذا كلام في الجافا مقبول، عندنا هذا غير مقبول، هذا الزائد ما فيش له اوبريتور اوفرلودنج هنا، خدت الاوبريتور اوفرلودنج في البرمجه الشيئيه، الزائد يصير يتحمل يشتغل شغل ثاني، ممكن تصير بكره تعمل ارقام كسريه 2 على 3 زائد 5 على 4، صار الزائد بياخذ اوبجكت، تمام؟ في حاجه اسمها اوبريتور اوفرلودنج على العموم، يعني بس للعلميه، زي الفانكشن اوفر لودينج. طيب هذا كلام مش موجود عندنا هنا، في عندنا دالة اسمها يا جماعة أخذناها الفصل الماضي في الـ SQL Lite، موجودة اسمها concat، إيش اسمها؟ يعني أنا في إن أنا أجي أحكي له هنا concat يعني إدمج، إدمج مين مع مين؟ إدمج الريزلت هذه القديمة اللي هي رقم 6 فاصلة مع إشارة مين؟ السالب، هيك أنا عملت هذا لغاية الآن، حطيت 6 ماكس الريزلت، هذا الريزلت هذا اللي بدك تتخيل الشاشة اللي بدك تطبع عليها، هو متغير حياخذ النصوص اللي حكينا عليها زي هيك، هذا الريزلت هيك بده يكون بالنهاية، فأنا طبعت مين أول حاجة؟ هذه، بعديها ايش سويت؟ عملت قلت له خذ هذا القديم وضيف له كمان ناقص، فصار دمج، هذه عملت دمج، صح؟ صح ولا لا؟ طب الريزلت هذه وهي هيك بنفع وهي نوعها اوت انها تعطي قيمة لمتغير؟ هي المفروض بتاخذ، طب هذا ايش سوى هنا؟ اعطى، فبالتالي نحن مضطرين للاسف نغيره لان اوت، مش مع الاسف، احنا محتاجين انه يصير نوعه ايش؟ مره بياخذ ومره بيعطي، لكن هذول بكل الاحوال ان، مش محتاجين انه احنا نخليهم ايش؟ اوت، ليش خليتها ان اوت؟ لانه هذا بده يصير يعطي هذا اكس بتساوي اكس زائد 5، الاكس اللي بعد اليساوي على يمين اليساوي تعطي الاكس اللي على شماله، صح ولا لا؟ فهذه صارت نوعها اوت، هي او ان اوت، هي اول تعديل. طيب بعد هيك ايش بدي اسوي؟ قلنا بدنا نقلل هذا، ايش نعمل بعديها؟ نفس هذه نحطها هنا، وبعديها هذه نحطها تحت، صح ولا لا؟ بعديها هذول التنتين كمان مرة بدنا نحطهم هنا، وهذول نحطهم هنا، نعم،
صح؟ لاحظوا خشينا في حالة من التكرار iteration صح؟ فليش أنا أظلني أشتغل زي كذا وخاصة أن أنا مش عارف متى أبدأ ومتى أنتهي؟ فالحل اللي أعطونا إياه أنه إحنا نستخدم مين؟ اللوب. مين حابين تشتغلوا مع مين؟ مع وايل. أنا هخلي هذول اللي بتكرروا. مش هم هذول اللي بتكرروا صاروا؟ معايا أنت ولا مش معايا؟ هذه والله كاتبين كثير. تمام؟ set result بيساوي مين؟ الماكس بعديها result صح؟ طب ليش هذه ما اخليها تتغير؟ اشيل هذه هيك. اصلا result اول ما راح ابدا ايش حتكون؟ result لما بدات، هل الريزلت كانت عملت معها هنا؟ لما اعلنت عنها هنا ايش حتكون اصلا هي؟ نل فاضيه. فلو انا اجيت هنا استغليت امكانيات الفانكشن اللي اسمها كونكات، لان الكونكات يا شباب هذا للعلم ممكن تاخذ 3 او 4 او 5 او 10 باراميترز، يعني كل شيء بدك تصفطه ورا بعض حطه جوا مين؟ كونكات وريح راسك. فلو اجيت انا حكيت له ريزلت فاصله ماكس فاصله ناقص، ترى كم باراميتر هيك؟ 3. هذا فاضيه اول مره، بعدين حيطبع 6، بعدين حيطبع ناقص، وبعد كذا الناقص هذا ايش مالها؟ يعني ايش الاختلال؟ حيطبع ريزر قد ايه؟ نل اول مره، بس بعد هيك مثلا حتلقاها 6. طيب وناقص بعدين ايش حيطبع؟ بعد ايش حيلحق معاها؟ المره اللي بعديها حيكون فيها 6 ناقص، وتحط الرقم ناقص. الرقم الثاني قديش بده يكون؟ رقم 5 ناقص. المرة الثالثة 4 ناقص، المرة الرابعة 3 ناقص صح؟ بعدين 2 ناقص، وهذا هو المطلوب صح؟ هذا هو المطلوب، إذا هذا ريحني هيك تمام؟ إيش الجديد في الموضوع؟ اللي هو دالة كونكات، دالة موجودة في الماي اس كيو ال بيلت إن من اللغة، في أن أنا أحط في الحد الأدنى 2 باراميترز ادمجهم مع بعض زي ما كنا ندمج الاسم واسم الاب واسم الجد واسم العائله، فممكن كلهم ادمجهم مع بعض، احكي له الاسم الاول فاصله الاسم الثاني فاصله الاسم الثالث فاصله الاسم الرابع، او اعمال كونكات اسم الاول بعدين اعمل فراغ يعني فاصله فراغ فاصله الاسم الثاني فاصله فراغ فاصله الاسم الثالث فاصله فراغ فاصله الاسم الرابع. لما جت عده شغلات فبطلع لي الاسم مش ماله مركب صح؟ هذه هي الدالة مين؟ كونكات. تفضل. طيب هو هذه مش ناقص، هذه تطبع للطباعة بس. هي للطباعة. بس عن ناقص، بس عن هو جبت حياته هذا الكونكات، حيعطيها فين هذا كونكات. يا عمي هذه كاركتر. الريزلت هذه كاركتر. يجمعش مش رقم. هو بس حيعطيك الإشي اللي أنت بتطبعه هذا. يعني لو أنا بدي أستبدل هذه هيك حطوا لنا حاجة مش ممكن تكون في الرياضيات، أنا عارف شو أقول لكم. هو قصده نفس اللي أنا سألت عليه قبل شوية. إيش؟ نفس اللي أنا سألت عليه، ليش الريزلت أول مرة حتطبع بعدين؟ الريزلت أول مرة بتجيني فاضية. لا، أول مرة بتجيني فاضية. لقيت إيش اللي حينفع هنا؟ هذه فاضية نل. نيجي تحت. هذه إيش هذه يا جماعة؟ نل. أنا معنى كيف كلمة نل. بعديها انا ايش حيطبع؟ 6. بعديها ايش حيطبع هنا؟ بعديها يطبع هيك اللي حيطبع صح؟ يعني طبع نل 6 وبعدين ايش طبع؟ ناقص. بعديها يطبع 6 وبعدين هذه ايش صار فيها؟ تغيرت صارت 5. حيرجع هنا. قلت هذه كلها هي هذه. تمام. حيجيب هذه كلها هيحطها هنا، فهنا ايش حيكون هنا؟ نال 6 ناقص، والماكس ايش صارت؟ 5. بعدين ايش حيطبع؟ حيحطهم ناقص مع بعض حطهم هيهم
هو بخزن سترينج هنا بيمشي عشان بيمشي بالترتيب في معرفه القيمه بعد ما بعرفها. انا بدي اطبع بس سلسله الاحرف من 5 من 6 لكذا، بس مجرد طباعه، وحينزل تحت حيطبع هذا صار 4، حيطلع فوق حيجيب هذا الكلام كله يحطه بدل هذه، بعدين نضيف رقم 4، بعدين نضيف اشاره الناقص وهكذا، صح؟ اذا احنا صح شغالين، بس خلوا بالك من هذه الان حمحيها وحنتذكرها كمان شويه، تمام؟ اوكي. ايش هي الجمله اللي انا بدي استخدمها للتكرار؟ حابين الوايل؟ هاي الوايل، هاي مش وايل، وايل وايل هذا بمشيش الا اذا كان الشرط صح، طالما انه الماكس اكبر من المينيمم صح دو. وهنا ايش بدي اكتب له هنا؟ اند وايل. هذول حيضلهم يتكرروا لغايه ما تصير الماكس هذه ايش مالها؟ اصغر. انا هي العامل اللي بتوصلنا لحاله الستوب كونديشن. الستوب كونديشن هذه هي الحاله، هنا حتوصلني هذه بالنهايه حصل لحاله الستوب كونديشن، انه الشرط هذا حيقف، انه حتصل لمرحله انه الماكس ايش مالها؟ حتكون اقل من المينيمم، صح؟ في الحاله هذه ايش حيصير هنا؟ حيطلع برا. هو بدي لف لعند الرقم اللي احنا كانت الماكس هذه بتتغير. أول مرة 6. احنا مش بالأول نحط له رقم اللي ماشي اطردت الآن أنا إن أنا بشتغل ديسندنج واطردت الأرقام عندي 6. الماكس مين هو هالقد حيصير؟ 6. بعد شوية الماكس مين قد إيش صار؟ بعد شوية إيش صار؟ 3 2 صح؟ لغاية المينيمم هو 2. المينيمم هو إيش؟ 2. لما نوصل لواحد حيجي هنا. هل الواحد اكبر من الاثنين؟ هيحكي لا، فهيقفز عن هذا كله ويكمل من هنا او ينزل تحت، صح ولا لا؟ طيب مين اللي هو المين؟ لا، ما هو هيك توصل له. لو حطيت يساوي انا بدك تعمل هذا الكلام، لكن انا ما حطيتش اليساوي. أنا هنا هو صار المينيمم، هنا هيا الآن نزل. ممكن أحتاج يساوي، صح كلامك، بس بدل ما أجي برا هنا في الوايل أعمل نفس الكلام هذا، هيك هيك كان يقصد عمر، وأحط هنا مينيمم، وهذه ما بتلزمش، هيك بيقصد هو، صح؟ أنا ما بديش أكرر حاجة في التكرار، هذا بيشتغل صح. بس في التحسين يفترض ان يكون شغلك مختلف، هيك انك تشتغل هيك صح. طيب انا بالتنفيذ حتبعه شوف وين حيتوقف هو. اذا توقف عند الاثنين اللي هو الانيشيال كان وظهرت، هيها اشتغل ظبطناها، ما ظبطت ايش بدي احط هنا ايش؟ يساوي. هذا كلام انت مريحينك في الجافا، في عندك اللوج، عارفينه اللي انت بتشوف الفاريبلز في الذاكره، صح؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ ولسه ما خدتوهاش؟ اسال عليها الاستاذ سليم، تمام؟ اوكي. الان هيك انا بدي اجرب الشغل تبعي. طبعا لسه ما خلصتش وحتظهر معايا مشاكل، بس انا بدي الفكر التجريبي يكون موجود عندك. خلينا ناخذ هذا الكود ونروح النبذة، هاي نسخ. ايش اسم الدالة؟ برنت سلم. نيجي هنا انا وين شغال؟ ايوز كلاسيك موديلز، تمام؟ خلص انا اجي علم لي هو مين. اوكي وهاي هيك، تعال نعمل رن. هذا اللي بنحبه، الشيء هذا ايرور اتلاين ايش؟
شوف ايش الخطأ يا شباب فكركم؟ هذه يعني السلم. طب ها هاي برنت تي تي وهاي رن، اختلف الخطأ صح؟ هات لاين خمسة، وين لاين خمسة؟ هاي لاين خمسة، ايش الخطأ فيه؟ الخطأ يا سادة الكرام انه انا لازم هنا احدد سايز، لازم احدد سايز. هاي اول واحدة هذا تعلمتها، هذا خطأ ترجمة يعني compilation error. من الشروط هنا ان انا لازم يكون عندي ايش؟ مثلا هاي 500 وهي تشكيلة ايش؟ السايز. هاي اول خطأ compilation error او ثاني خطأ حليناه. تعال نجرب وين وصلنا؟ at line 21. هاي 21 مين اللي عمل المشكلة؟ مش لازم، هي الكومنتس هذه المفروض تكون كومنتس. ايش سوى؟ عمل يا سلام محسنة. خلصنا؟ معقول ما خلصناش؟ احنا اذا احنا بنستمتع في البرمجة بنضلنا مكملين للاخر، مكملين ولا لا؟ طيب الان هذا نفذناه، هاي كنترول اي كنترول اكس، بدي احفظه. ايش بدي احكي له؟ كوميت. ليش كوميت هذا؟ يعني احفظ، لانه اي حاجه انت عملتها في الانسيرت في الابديت في اي حاجه في الكرييت بتروح على منطقة اللي هي الريدو لوج، منطقة الديرتي داتا، البيانات الوسخة اللي لسه ما انحفظتش، والبرنامج أصلا وكل الدنيا بتشتغل على منطقة بنسميها الداتا فايلز. تمام؟ فأنا بعمل كوميت عشان إيش أسوي؟ أنقل الأشياء اللي أنا دخلتها من الخرطوش من مش عارف الديرتي داتا إلى الداتا بيس فايل، على أساس إنه أي حدا بعد كده يشتغل من اي سيشن هو كل شغله بده يكون من الداتا فايلز. تمام؟ هذا داتابيس ادمنستريشن، لازم تفهم الاستراكشر تبعت مين الداتابيس مانجمنت سيستم نفسه، تفهم كيف بيشتغل. هذا كورس كامل بيشرحوا لك اياه في الادمنستريشن. تمام؟ طيب نيجي الان بعد كده ايش نسوي؟ نعمل كول. بس انا قبلها هذا هو الكود هنا عدلت عليه انا، وين؟ وين انا عدلت؟ يعني انا عدلت في الايديتور، ما عدلتش على الملف تبعي هذا، فلازم افرغ اللي انا عدلته. انا عملت له كنترول سي انا قبل ما ابدا، هي الخطا او هي هذه برنت تي تي. تمام؟ برنت تكست مثلا. طيب ايش كتبت بعديها انا هنا؟ كومنت. الان ايش بدي اكتب؟ كول مين؟ برنت تي تي اسم البروسيجر تبعي. بدك تفتح بوس، اول حاجه بدي احدد القيمه الابتدائيه اللي بدي اشتغل عليها، وليكن من رقم 3 او هاي 2، والقيمه النهائيه الثانيه 6 حسب المثال اللي انا كنت بشتغل عليه. تمام؟ لاحظ ان انا لما بعمل كول لبروسيجر المتغيرات اللي من نوع n ببعث لها فاليو عادي صح؟ طيب وبرضه بدنا نبعث له اياها as value بدها تكون دي برضه صح؟ فهي اول متغير، هي ثاني متغير، وهي ثالث متغير اللي هو هذا. المتغير الاخير الرساله الريزلت، وبدي اطلعها في متغير من نوع session variable، والسيشن فاريبل يبدا باشاره الات. ايش بدك تسميها انا؟ ريزلت. تمام؟ ونسكر القوس ونعمل هيك. وبعديها بدك تعمل سيلكت لمين؟ ات ريزلت عشان تبين عندك صح؟ اوكي. بس انت مش محتاج بكره ان شاء الله في الجافا او في البرنامج مش هتحتاج هذا الكلام. حطه في متغير وبتمشي. بس انا عشان اشوفه على الايديتور هنا
وهاي رن. اشتغل ولا ما اشتغل؟ ايش 100%؟ صح ولا مش صح؟ ايش رجع لي هنا؟ رجع لي ايش؟ هذا ايرور في الران تايم انا اكتشفته. يعني لازم اعمل تيست في هندسة البرمجيات، لازم اعمل تيست وانا كديفلوبر، صح؟ ايش السبب يا شباب هنا صارت نل؟ خلينا نرجع للكود، صح ولا صح؟ عارف وين المشكلة؟ المشكلة في هذه، في أول وحدة هذه. هذه أول مرة إيش كانت؟ أول مرة القيمة تبعتها نل، نل زائد مليار نل، كأنك جبت كيس للطحين وكبيته في هالبحر، ببين؟ ما هي القيمة بدل ما تطلع، فبدي اعطيها قيمة ابتدائية عشان ما تضلش نار. ايش حابب نحط لها؟ طيب ايش رأيك هنا نيجي نحكي له set result underscore بتساوي، نستخدم القوس هذا ونحطه داخل، آسف مش هذا، ابن عمه أخوه المقابل له، فحيبدأ هيك يعني، حيبدأ هيك بعدين 6 احنا ناقص 5 ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 ناقص هيك حيصير. أنا هيك بتوقع النتيجة حتصير. إذا أنا حطيت إيش هنا؟ هيك عشان امنعه انه يكون نل، عشان ما يكونش ايش هذا الجمله، ايش سويت فيها من خلال الجمله هذه. نجرب. طب عشان اجرب ايش لازم اعمل الان؟ لازم اعمل دروب. دروب ايش اسمه البروسيجر؟ بروسيجر برنت، هو موجود الان صح؟ طيب طيب وناخذ الكوميت وناخذ الكول كمان بالمرة، ناخذ هذول التنتين كمان بالمرة هنا، ننسخهم ونشوف وين بده يوصلنا. هينا شوف كله عمل دروب وبعدين هيعمل كرييت وبعدين هيعمل كول وبعدين هيعمل سيلكت. ها اف مينيمم اكبر من فايلا، يعني انا في شغله في الاشي اللي انا تو ضفته عملت مشكله هنا، وهي ايش؟ خلي بالك التعديل وين تم؟ على الايديتور كنترول اي كنترول سي، تمام؟ لا هنجرب. هاي رن ايش حكى لي هنا؟ هو تو اول مره نفذ حذف هذا، اجي ينفذ هذا الكريات طلع في خطا ما نفذهوش، فالان اجينا ننفذ الكود كمان مره مش موجود. فلو كتبت له هنا if exists صح، هذا الامر اذا منشأ شيله، ننفذ اي كنترول اي كنترول سي run. if exists عامل لي مشكلة. طب تعال نجربه هنا في ال PHP my admin، جميده على حاله، بس هذا كود موجود. نيجي على ال class models وهي ال SQL ونحط الكود تبعنا هذا وانطلق. ورد والله اعترض، اذا الاثنين بيشتغلوا. نشوف الامر دروب بروسيجر اف اكزيست ايش المشكله فيه. دروب بروسيجر اذا المشكله عندي هنا ايش بحكي؟ سينتاكس. اذا ايش الحل يا شباب؟
انه نراجع السنتكس. السنتكس بيحكي drop a procedure if exists، بعديها بنحط اسمه. هاي كنترول A كنترول C ننفذ، على بركة الله زبط كل الكود. في ميمو يعني نتيجة. تعال نحط المؤشر، راحت. ايش اسوي؟ اجيب الماوس هيك؟ طب راح. لا بضغط عليها كليك. اها 6 5 4 3 وصل 2 ما طبعهاش. اذا بدي اعدل هنا وش احكي له هنا؟ وايل يساوي صح؟ هاي كنترول A كنترول C. لاحظوا هذه ريحتني دروب اف اكزيست، يعني زي ما خلاص بنفذ مرة واحدة صار الكود صح؟ طبع الاثنين. يا سلام محسنة. نغير العنوان هذا أي عنوان؟ هذه لسه في عندك مشكلة ثانية يا محمود. الناقص هذه بدنا شيء تطلع. وبدنا نطلع في الآخر إيش؟ القوس الثاني اللي طيب عشان هذا يطير استخدمنا الفصل الماضي دالة موجودة وجاهزة اسمها sub str. sub str ايش يعني؟ يعني بيعتبر هذا نص كامل string، بدي اخذ جزء منه من وين ما بدك بتختطر، بتحدد البداية وبتحدد النهاية. الدالة sub str موجودة في الاس كيو ال لايت. طب في الماي اس كيو ال ايش اسمها؟ ممكن اسمه يكون sub string. تعال نشوف، ممكن نسأل جوجل. احنا بدنا نحفظ كل شيء بس فاهمين في حاجة زي كده لأنه خبرة صارت عنا أكثر من شغلة. طيب أنا وين بدي أعمل هذا الكلام؟ بعد ما أخلص الوايل، بعد ما تطلع النتيجة عندي هنا هنا صح؟ بدي أعدل في الريزلت. هذه هي الريزلت كلها، بدي احكي له انا set result underscore بيساوي الدالة اسمها sub str، افتح قوس واسكر قوس وهي فاصلة منقوطة. تحولت تغير لونها، اذا مش دالة هذه مش موجودة. طب sub string يا سلام، حلو الواحد يكتشف sub string صح؟ ممتاز. بدي احدد له اول حاجه السترنج الطويل اللي هو هذا، مين بيمثله هذا؟ ريزلت. اذا هنا ريزلت اندرسكور فاصله، من وين ابدا؟ بدي ابدا من اول شيء من هنا من القوس هذا وامشي. اذا هنا فاصله ايش؟ نقطه البدايه، فاصله بدي احدد نقطه النهايه. كيف نسوي؟ نجيب الاخر حاجه ناقصه. اظل شغال لغايه قبل الاخير، كيف اجيب قبل الاخير؟ اجيب الاخير ناقص. طب ماشي الحال، كيف اسوي؟ اجي اعد زي ما عملوا البنات تسوي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. قالوا لي يا أستاذ حط عشرة. ماكس هو الماكس اتعدل هنا. احط 10 هنا تزبط، هي مع التمرين هذا بتطلع حلوه. بس لو واحد غير دخل اكثر من قيمه في داله انتوا اخذتوها في الجافا اللين. احسنتم. اذا هانا في ان انا اجي اشيل هذه مش اعمل زي هذولاك الناس واثبت، لا لانه انا بعرف ايش بدي ادخل اربع ارقام، فبستخدم الدايناميك. احسن هيها حتى تلونت، ما احسن هالإديتور هذا بيفهم قصدي صح. طيب لينث مين يا جماعه؟ الريزلت نفسه ريزلت اندرسكور صح؟ طيب ممتاز. هو حياخذ اللينث كله هيك قد حيعد وحيلاقي 11. انا بحكي له بعد ما تجيب الطول اطرح منه واحد ناقص واحد تمام.
تمام، هيك احنا صرنا بنشتغل صح. هيك احنا واحد. حطيناه في مين؟ في الريزالت اللي هو حيرجع اصلا صح؟ هاي كنترول A كنترول C ورن. يا سلام طلعت ميمو. ايه؟ والله صح. زبط ما اشترنا. ما احسن هذا. صح؟ ايش اعمل؟ بس نحط القوس صح؟ بعد ما يطلع من اللوب بعد ما يخلص هنا يعني. هو ها نحن اصلا شغلنا برا اللوب تو كنا. برضه هو برا اللوب. وتحتيها. اذا احكي له سيت. ممكن يعني انت متطرف زياده يعني هو بيقصد انا بس خليني اعطيها السيمبل بعدها اتطرف انا وانت. هاي سيت ريزلت اندر سكور ايكوال كونكات ريزلت اندر سكور فاصله وحط ايش القوس. كلامك صح، هيك المبتدئين بيمشوا خطوه بخطوه. كنترول A تنسوش كنترول C رن. زغرت هي وهيبة. مين بيعرف فيكم يزغرت؟ زبط صح؟ صح بلاش فضايح. طيب انا بدي اتطرف بدل ما اكتب هذه الجملة هيك مع بعض من تحت، ما في ان انا اجي اكتب هنا كونكات وافتح قوس وفي الاخر هنا اعمل فاصلة واحط هذه وهي سكر. ايش سويت انا هنا؟ ثلاث دوال مع بعض صح؟ هذه بس بدها هندسه، بدها واحد او دكتور جراح. أن انت جوا الكود قاعد بتمزع وبتشفر في الكود صح؟ هذه لازم تنمسح صح ولا لا؟ طيب لاحظوا حاجة واحدة بس قبل ما امسحها، انه هذه اخذتها كم باراميتر؟ طيب واللي قبلها اخذتها كم باراميتر؟ وممكن تاخذ 4 و5 و6 و7 و10. كل واحد ورا الفاصلة بده ينضاف للي قبل الفاصلة، بس هاي الفكرة. تعال نعمل هذا هيك كنترول A كنترول C. اشوف. يا سلام ما احسننا. والله ان احنا شاطرين. طيب بدنا نعمل الشغل مع عيد. حتى اشتغلنا مع الاستاذ مع وائل. بدنا مع عيد. عيد ايش ماله؟ هذا لازم يكون الشرط يكون الشرط. انا حكيت كلامي هي واضح انا هنا. مع عيد لازم يكون وين راحت؟ والله احنا هنا فوق. هاي ريبيت. طول ما الشرط صحيح وانا شغال. ولا طول ما الشرط غلط، طالما ان الشرط لم يتحقق عاد شفرها في دماغك زي ما بدك. احفظ واحدة منهم واعكسها مع الثانية، شغل الذاكرة وشغل المعالج تبع دماغك. تمام؟ فتذكر عيد. تمام يا فندم. ايوه اشتغل صح؟ واضح ولا مش واضح؟ لما صار الاشي مخالف. طيب لا انطل فولس ايش بيسوي يعني هنا؟ طالما ان الوضع مش مظبوط ضلك شغال. قول ما في اعداء اخبط بالمسدس واخبط بالرشاش صح؟ واضح ولا لا؟ شطارتكم الان يا سادة الكرام تعملوا لي هذا البروسيجر نفسه، او تمسح هذه، تمسك هذه هيك، هذه الاف قبل الاند اف، انا هذا اللي انا عامله، تعمل له نسخ وتعمل هنا الس اف اوردر اندر سكور بيساوي ايش ascending then صح، واحط الكلام هذا اللي هنا، بس بدل ما ابدا بوايل
استبدله ديبيت. بعدين ايش احكي له هنا في الاخر؟ انتل الماكس اقل او يساوي. طب ما انا خلينا خلينا على المينيمم احسن لي صح؟ طالما انه المينيمم هنا مين بدي اشتغل على مين انا؟ اذا خلينا اشتغل على المينيمم هنا تمام؟ هاي المينيمم انتل ايش؟ وين هنا؟ انت اللي بدك تشتغله هذا الشغل. وانتل ايش؟ لا انا بده يصير ناقص ولا بده يصير زائد؟ زائد لغاية ما المينيمم اندر سكور تصير اكبر من الماكس. طيب سؤال، طبعا بدي احط فاصلة منقوطة، وش احط هنا؟ عند مين؟ ريبيت. هين عدلته بس سؤال حيجاوب عليه الصاحي مش النايم. طب الماكس هذه تو تغيرت هنا، هذا تغير، ملاحظين انتم مش هذا تغير؟ هو المتغير اللي عملناه بنت الشرط بنت تغير البديل اصلا، هذا مش هيتحقق لانه البديل حتكون مزاد. انت الرائع. انه انا هنا اذا الشرط هذا ما تحققش مش حيخش اصلا هنا، فاهم علي؟ اصلا مش حيتغير غير احنا يعني حيضلوا على ما هو قبله، لانه في اف، لان انا عامل هنا ايش؟ إلس صح؟ وبعد ما نخلص هذا كلام كله هيتو ايش بدنا نعمل هنا؟ وين الجماعه اللي تو اشتغلنا معاهم؟ هذولا، هذولا بدي ايش اسوي فيهم بس؟ قص صح؟ كنترول زد نفسهم بدي اكررهم، بس انا كان طموحي ان انا اعمل اجراء بعد الان ريبيت عشان الاشارات. ايش هذا؟ لا مش هذا اللي نسخته انا، اللي تو كنا نشتغل عليه ايش هو يا جماعه؟ بعد الاند وايل ايش كتبنا؟ هنا. اذا انت بتعدل كل شغلك تمام مع الكود اللي انا عملته، انا مش هكمل، انا اللي كنت بقصدهم هذول تمام. اذا انا بس حكتفي بارسال النسخه هذه لك، ولو انا استدعيتها انا من 20 لستة، أو هنا من 1 لـ60 هيشتغل 60 59، مش هذا اللي بدي أجربه؟ تمام. إذا هذا كله هيته أنا مش محتاجه. كنترول إكس بدي أنسخه هنا، وحضرتك إيش بدك تسوي؟ زي ما نعمل التوي تحول يعني الريبيت. الريبيت تعني نفذ على الاقل مره واحده زي دوايل، زي دوايل تمام. والوايل بقف بتحرك ايش الا ايش؟ تنح الا يكون الشرط صحيح زي هيك. مين تنح فيكم؟ مش تناحه هذا شيء صح؟ اقنعني وخلينا امشي. طيب ننفذ هذا اخر مره بس عشان نشوف النتيجه. وهاي ران، ايش النتيجه هنا يا شباب؟ لاحظوا اللي كانوا يعدوا، وشفتوا ايش الميزه؟ ان احنا اخذنا اف ماكس، طلعنا الماكس والمينيمم، لانه المستخدم هنا ايش دخل؟ لكن لو حطينا 60 وهنا 1 برضه نفس النتيجه. شفتوا ايش المرونه؟ طبعا في اكثر من مرونه ممكن تكون في البرنامج، فيك انك تعدل زي ما تو احنا عملنا في الكود بناء على توصيات يعني العلماء اللي معانا. ماشي يا ساده، يا ساده الكرام، يعطيكم العافيه.